ايه الفكره؟ يعني العناصر اللي في الزمالك، خلينا نحط برضه شويه مظبوط نقط كده للجمهور. جميل. 4 3 3 العناصر اللي في الزمالك في خط الوسط مش لايقه قوي، يعني خط النص ما عنديش التمانيتين بالذات اللي هم يروحوا يمين وشمال، ويمكن امام واحد من الثلاثه بس اللي تحسه لايق على 4 3 3. حتى في ظل هو طارق لعيب يعني ادى الزمالك كتير وحاجه جميله، ولكن مستوى تحس برضه ان في انه كده، يعني الاصابه تحس ان طارق مش في افضل حالاته فعلا، يعني حتى في الارتكاز الستة الصريح الدنيا مش ماشية مظبوط. بالظبط. فهو فريرة بقى لجأ ان احنا نغير شوية ونضحي شوية في خط النص مقابل تماسك اكبر دفاعيا وهجوميا. بالظبط، ودي كان تاني نقطة عندنا النهاردة في التحليل، والاسباب اللي دفعت فريرة انه يلعب بثلاثة في خط الدفاع. المشكلة ببساطة ان الزمالك الاهداف اللي استقبلناها زي ما قلنا كانت اغلبها من هجوم مرتد. المشكله اللي موجوده عند الزمالك ايه؟ ان وقت ما بيخسر الكوره مش بيقدر يطبق حاجه اسمها الضغط العكسي. انت المفروض اول ما بتخسر الكوره بتعمل حاجه اسمها الضغط العكسي عشان تحاول تستخلص الكوره مره تانية. طالما انت بتهاجم وبتحاول تسجل، فانت اول ما تفقد الكوره بتحاول تضغط في نفس مناطق الخصم عشان تستخلص الكره من نفس المكان اللي فقدت فيه الكوره، ده اللي هو الضغط العكسي. من اهم العناصر اللي بتطبق لك الضغط العكسي هي لعيبه خط الوسط. الزمالك عنده مشكله في جوده عناصر خط الوسط، عامله لك مشكله دفاعيه انك مش بتقدر تطبق الضغط العكسي، وعامله لك مشكله هجوميه انك مش بتقدر تخرج بالكوره بالقدر الكافي او بالجوده الكافيه، مش بتعرف تعمل البيلد اب او الخروج او التدرج بالكوره من تحت. هنا فريرة لقى نفسه قدام ازمه في الجوده في نص الملعب مسبب له مشكله دفاعيه ومشكله هجوميه. فريرة قرر ان هو يغير بقى من السيستم اللي احنا بنتكلم عليه، والراجل قرر ان هو يضيف مدافع تالت في خط دفاع الزمالك، والسبب للسببين اللي احنا قلناهم. رقم يعني طب نشوف بقى الاسباب دي، يعني انت وانت بتشرح ورينا على اللقطات ازاي، يعني ما بالزبط دفع فيريرا للعب بثلاثي دفاعي. بالظبط. خلينا نشوف الحاله الاولى. هنا زي ما قلنا الزمالك وقت ما بيخسر الكره كان المفروض يطبق حاجه اسمها الضغط العكسي، انك تضغط بشكل مباشر على الخصم. بالمناسبه الزمالك كان متمركز، ان نوقف هنا ثانيه، الزمالك كان متمركز في مكان، يعني لو نرجع للقطه ارجع على هاني من الاول. ارجع هاني من الاول، يعني الزمالك كان المفروض تضع الكره هنا دلوقتي، في لعيبه كتير عندك في المساحه، والزمالك متمركز بشكل يسمح له ان هو يضغط، ان هو يعمل ضغط عكس. يعني مثلا اشرف بن شرقي كان عنده فرصه يستخلص الكره او اضعف الايمان يعمل فاول. يعني خلينا نكمل اللقطه، وجات في رجل اوباما تاني ام من الوقع عشان تخبط فيه وتر. هنا اشرف بن شرقي عنده فرصه يستخلص الكره او يعمل فاول يقتل الهجوم المرتد. بالظبط كده. الزمالك ما قدرش يعمل ده عشان مشكله في نص الملعب. نوقف هنا بقى. هنا الزمالك في موقف 2 على 2. فيريرا لان هو مش قادر يطبق الضغط العكسي فخلاهم 3 على 2. بالظبط. بكل بساطه، بكل بساطه نكمل اللقطه. انا مش عارف اوقف المرتد ده قدام هوقفه ورا. هنا المشكله مش دفاعيه على قد ما كانت المفروض المشكله دي تتحل من نص الملعب. بالظبط. انا مش قادر احل من نص الملعب. حط عنصر ورا في الدفاع يريح. مش قادر، يعني انا مش قادر اوقد الهجمه في البدايه اللي هو استناها لما تكبر واوقدها في الاخر بقى بلاعب تاني. هنا بقى مثال جميل جدا من ماتش الاسماعيلي، لقطه مشابهه، الكوره اهي لقطه مشابهه ولاعيبه كتيره بقت بره اللعبه بس في مدافع تاني. هنا الثلاث مدافعين واوقات الباك ممكن يرجع، لكن حتى لو الباك ما رجعش انت عندك ثلاث مدافعين فعندك الفرصه انك تعطل العمق متغطي. بالظبط. فهنا فريرا قرر ان هو يضيف مدافع ثالث عشان انا مش عارف اعمل ضغط عكسي، على الاقل ما بقاش عندي عناصر الدفاع. قبل ما نروح بقى لدي خلينا في يعني قبل ما نروح له، يعني على نحط عنوانين اللي احنا شفناه في طلائع الجيش وشفناه في الاسماعيلي هو الفارق. ان انا في طلائع ماتش طلائع الجيش الصحب. كنت بحاول ان انا فقدت الكوره اضغط، ولكن ضغط الزمالك كان ني بالبلدي. ايوه بالظبط. الضغط ني ما هوش قوي مش شرس، وفريرا اكتشف ان الموضوع ده متكرر مره ومش هقدر احل في اللحظه الحاليه بالكواليتي اللي موجود معي. فالراجل ضحى بخط النص ده بورقه زياده في خط الدفاع، شفنا قد ايه كان ليها دور في وقت المرتدات بتاعه نادي الاسماعيلي. على الاقل يحول الهجوم المرتد لهجوم منظم، الثلاث مدافعين هيعطلوا الهجوم فالخصم هيقف بالكوره، فبدل ما هو هجوم مرتد يبقى هجوم منظم واقدر انظم صفوفي. ده نكمل مثال برضو. تاني بالظبط. مثال تاني للقطه تانيه من قدام الاسماعيلي، الزمالك بيخسر الكره، ودي بالمناسبه كنا لقطه جبناها في الخساره الغير مبرره دلوقتي. بس هنا نوقف ثانيه، هنا الونش تقريبا نفس لقطه ماتش طلائع الجيش، بس هنا ما بقاش 2 على 2. اللاعب بتاع الاسماعيلي جاي من ورا عبد الغني معاه. هنا نوقف هنا ثانيه عشان دي نقطه مهمه جدا. في طلائع الجيش الزمالك الونش راح يرحل، الونش رحل بره على الطرف، فمحمد عبد الغني بقى في موقف واحد واحد لوحده على المهاجم. هنا الونش هو مرحل بقى فيه محمود علاء مأمن ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الغني يقدر يتحرك مع المهاجم. فانت هنا بقيت قادر تغطي مساحه وقادر تغطي لاعب كمان، بتدافع من مرجعيتين. بالظبط.
فهنا الزمالك قدر يتعامل مع الموقف بشكل مع سرعة عبد الله جمعه الهجمه يعني تم وقتها برضه. نكمل برضه دي حاله ثانيه، زمالك بيخسر الكره هنا بيحصل عليك هجوم مرتد، وزي ما قلنا مشكلتك مش في الهجوم المنظم، مشكلتك في الهجوم المرتد. هنا بالزبط. موقف ثلاث مدافعين خلاص قادر تتعامل مع الموقف بشكل افضل، بس اكيد يعني مش واو يعني يعني في تحسن. لا 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 خلينا نحط برضه بس جميل. اكيد ان برضه زي ما احنا ضحينا باللاعب من خط النص وضيناه في خط الدفاع دي هيكون لها تبعات.